بقالي فترة أنا باخدكم معايا في أي حتة بروح. النهاردة بقى احنا مسافرين على فين؟ ايفا معاها عروسة بكرة إن شاء الله في القاهرة، وهنتحرك دلوقتي الساعة 11 بالليل. مش عايزة أحكي لكم الجو عامل إزاي، أنتوا أكيد حاسين زيي، بس احنا هنقضي أكتر بقى فترة برد دي في الطريق. تاني حاجة بقى إن العروسة معانا معاها الساعة 11 الصبح إن شاء الله. الباص اللي احنا نمشي فيه بقى يوصل الساعة 5 الفجر 6 الصبح. هنعمل إيه بقى لحد الوقت ده؟ هنشوف، يلا بينا. طلبت الاسانسير وهنا كنت بحمسكم. وصلنا بقى الاتوبيس. يا جماعه مش عايزه، بتهيألي هو باين على صوتي اثار السفر، لان احنا بعد ما وصلنا اخدت دور برد طبعا على طول. عايزه اقول لكم الجو كان مش طبيعي. انا جبت معايا دفايه وربنا الهمني بالفكره، واول ما ركبنا الباص اتلفحنا كده انا وايفا، ولقيتها راحت في النوم طبعا اول ما اتدفت، وانا ما كنتش عارفه انام يا جماعه من برد رجلي. انا مش عايزه اقول لكم درجه الحراره كانت عامله ازاي. وصلنا وكانت الصدمه، الباص وصلنا الساعه 4:30 الفجر. طبعا دخلنا المكتب، فردنا الدفايه وقلنا نريح لحد الصبح، ونمنا وصحينا وصورنا. وهتقولوا لي كنت طب ليه ما خدتوش باص قريب لميعاد العروسه؟ هقول لكم يا جماعه ان الاتوبيسات اللي كانت متاحه على ميعاد العروسه كان بينهم فرق ساعه بس. مثلا ايفا بقى بتعمل حساب لاي حاجه، بتخاف جدا ان الباص يتاخر مثلا، يبقى فرق بسيط بينه وبين ميعاد العروسه فيحصل اي حاجه تاخرنا زياده. فطبعا مبداها احنا نستنى لكن العروسه ما تستناش. انا بقى النهار طلع وكنا في انتظار ان اي حته شمس تطلع علشان نقف فيها، خلاص مش قادرين نتعرض لاي برد تاني. طلبنا اوبر وقررنا ان احنا نروح للمكان الوحيد اللي احنا نعرفه في القاهره، وهو الكوربه. اول بقى ما وصلنا الكوربه يا جماعه حرفيا ما كانش فيه غيرنا. دي ايفا عادي كنا بنصبح عليها. قررنا ان احنا لازم نمشي طبعا اخر الكوربه نشوف اي حاجه فاتحه. فرحة كبيرة يعني اخيرا الشمس بدأت تطلع. عايزين بقى نفطر او نقعد نشرب اي حاجه سخنه، لقينا مكان كده قررنا ان احنا بقى ندخل نكتشفه ونجرب منه اي حاجه. لقينا كمان الاسعار اجمل، فقررنا ان احنا مش هنجرب اي حاجه، لا احنا هنجرب حاجه واحده بس. قلنا نجرب مع بعض علشان لو مش حلو يعني، بس هو بصراحه واضح عليه ان هو حلو. المهم يعني حاجات كانت شكلها تحفه بجد. قعدنا بقى وطلبنا حاجه سخنه وكرواسون ودقناه، بصراحه كان لذيذ. ايه بقيتي بقالك فتره بقى بتصوري، تعالي صورك. وقعدنا هنا نازم على بعض، وقلنا لا والله في الاخر كنا من بعض عادي جدا. اكلنا بقى الكرواسون، ملكتني بقى روح الفود بلوجر وقلت رايي وفعلا كان عاجبني. بعد كده بقى شربنا الحاجه السخنه، وبصوا بقى رياكشن ايه يا جماعه، بتشرب الحاجه السخنه؟ حد ما شربش حاجه سخنه بقاله سنين يعني. احنا كنا حرفيا بندور على اي دفى ان شاء الله حتى في المشروب. عجبنا جدا وتحركنا، وبرده لسه الوقت كبير جدا، وفي نفس الوقت احنا جعانين. اكيد الكرواسون اللي احنا كلناه ده يعني مش هيسد معانا. قعدنا ندور ناكل فين، لقينا لكم ابو عمار السوري شاورما الساعه 7 الصبح. ماشي. عايزه بقى اكمل لكم المفاجآت السفريه دي بان الدنيا مطرت يا جماعه، واحنا اللي طلبنا نطلع فوق. الراجل قال لنا مش هينفع، انا دلوقتي الصبح شغال بس طلبات تيك اواي. قلنا له معلش الدنيا بتمطر هنقف تحت. المهم يعني الراجل كتر خيره وطلعنا. جابوا لنا دي كده يا جماعه ناكلها لحد ما الاكل يجهز. بصراحه ما جربناهاش لان شكلها ما كانش محفز قوي ان احنا نجربها، وكانت مزيته شويه. وطبعا انتوا عارفين بقى قانون الصحاب، كل واحد فينا طلب سندوتش وقررنا ان احنا هنقسم مع بعض. انا طلبت لحمه وايفا طلبت فراخ، وهنا بقى كنت بقسمه قسمه الحق يعني زي ما انتوا شايفين. لكن بقى دقت وعجبني قوي فظلمتها. المهم يا جماعه ان هو كان طعمه تحفه. ايفا بقى دقت الفراخ عجبتها اكتر، وقعدت تساومني ان انا اسيب لها النص بتاع الفراخ. بس على مين يعني، انتوا اكيد عارفين مش هسيب حقي، بس قالت لي لازم تدوقي وقالتها ما قالتلي. جربنا بقى دي يا جماعه مش فاكره اسمها طبعا، اتلسعت انها كانت سخنه جدا وكان طعمها لطيف. انت فكراني جاي معاكي عشان الشغل صح؟ اه. انا جاي عشان اجرب بلبن. تمام. انا بس بشوف اعلاناته لما اتخنقت. تمام شكرا. وانا نفسي اشوف هو يعني ايه. يلا بينا كده عشان ما صدقت ما فتح. فاتح انا هجرب بلبن وهنعدي على الملكي برضه. وصلنا بقى واخيرا قلنا نجرب، لقيت الراجل بيقول ان السيستم مش شغال فمش هيقدر يديني اي حاجه. قلت له طب ده احنا جايين من السفر ويعني مكان بعيد، فحاولت معاه. انا حاسه ان مفيش حاجه. مفيش الاشرطه اي حاجه، عايزين نجرب الاشرطه في اي وقت. وصلنا على الاشرطه، الراجل كان تاخير وعمل لنا استثناء لان انا جاي من السفر مع ان هو لسه ما فتحوش تيست فتحوا لنا. لحظه اللي انا مستنيها بقالي كتير قوي. يلا حط مكسرات ولا مفيش مكسرات؟ لا طبعا حط. طب نحط الاندو الاول من غير مكسرات؟ ماشي. طب نجرب المكسرات؟ لا حلوه، لا حلوه جامده. حلوه حلوه يعني، حلوه لحد ما ندوق الملكي. تمام. مش الملكي اول واحده عملها اصلا يا جماعه، قبل ما يبقى اسمها الشوطه كان اسمها تريليش تري. المهم يعني كانت قبل بحبه ده اسم كبير يعني. تعالوا نشوف هيعمل ايه. اهي اهي ب 55 جنيه. مبدئيا ده احلى. مبدئيا 55 جنيه فرق 20 جنيه بالظبط، خمس قطع مانجا. ولكن خلينا ندوق برضه. انتوا ولا عشان قدام المحل دلوقتي مش هينفع اتكلم.
كله حلو كله حلو، عشان البنات جوه عارفيني مش مزعلوش مني. بس ممكن النهارده هي مش احلى حاجه صح؟ هي لطيفه ولكن تانية عجبتني اكتر. جه بقى ميعاد العروسه فطلبنا اوبر ودلوقتي في طريقنا ليها. لا اول مره نزورها يا جماعه. هو في ايه بجد؟ في ايه؟ يعني الصبح كنا مش لاقيين حد يمشي معانا، دلوقتي مش عارفين نمشي من الناس والعربيات. كان في حاجه بقى بدور عليها وفي ناس قالت لي ان انا هلاقيها في سوبر ماركت اسمه رويال هاوس. فعلا رحت رويال هاوس ولقيتها يا جماعه، السموتشي اللي كل الناس بتدور عليه اخيرا هنجربه. بعد ما عرفنا اسعاركم بالسوشي لقيت واحد بيبيع الواحده ب 12 ونص، قلنا لازم نجربها من الشارع. انت قادر تصدق سوشي كده في الشارع؟ صح ولا لا؟ انا ليه حاسس ان ربيع؟ حاجه ما تمناهاش لألد اعدائي. وطبعا وصلنا الباص بالليل واحنا راجعين نمنا على طول، فما لحقتش اصور لكم الرجعه والوصول. فاشوفكم في فلوجات تانية، بحبكم.